المحلل السياسي الدكتور عايد المناع استبعد أن تتم المصالحة الخليجية على هامش القمة، متوقعا أن يتم ذلك ضمن البيت الخليجي نفسه. المناع وخلال اتصال هاتفي معه وصف التمثيل الخليجي في القمة بالضعيف، مشيرا إلى أن الكثير من القضايا الساخنة سيطرح خلال القمة ومن بينها ملف الإرهاب. سيكون هناك قرارات لمعالجة الوضع السوري، مقررات عن القضية الفلسطينية ودعم السلطة الفلسطينية، الوضع في لبنان، الوضع في اليمن والجزائر، وطبعا قد يشمل الحقيقة مناطق أخرى قلقة في المنطقة العربية، بالإضافة إلى الجوانب الاقتصادية التي بالتأكيد سيكون لها دور في هذه القمة، الأمن الغذائي والأمن المائي والسوق المشتركة والربط الكهربائي، كل هذه قد تكون من ضمن الأمور الحقيقة. طبعا إضافة للاستثمارات العربية، قد يكون يعني لها جدوى ولها قبول في هذه القمة. كذلك موضوع الإرهاب أنا أعتقد أنه سيتم مناقشته، وخاصة بعدما اتخذت المملكة العربية السعودية يعني قرارات حددت فيها بعض التنظيمات، وربما حتى على هامش القمة تجري بعض المصالحات. لا أعتقد الحقيقة، أن الوضع الخليجي سيكون على جدول الأعمال إطلاقا. أنا أعتقد أن القمة ستتجه إلى القضايا العربية دون الخليجية، ما عدا موضوع جزر الإمارات العربية المتحدة، والذي بالتأكيد سيبقى ضمن هذا السياق قضية عربية. أما المواضيع الخليجية البحتة فسيتم الحقيقة تأجيلها لتناقش كما قيل في البيت الخليجي، اللهم إلا على هامش المؤتمر قد يكون هناك جس في الأطراف العربية الخليجية المختلفة، لعل وعسى أن يمهد ذلك للوساطة الكويتية المتوقعة بعد انتهاء القمة. للأسف الحقيقة أنا أقولها بكل مرارة أنه التمثيل الخليجي حتى الآن ليس مبشرا ولا مطمئنا، قد نجد أعذار للبعض، ولكن الحقيقة الكويت تستحق أن نتحمل في سبيلها الكثير، وكان أملنا أنه تقديرا للكويت أميرا وحكومة وشعبا أن يكون التمثيل أعلى بالنسبة للخليجيين وبالنسبة للعرب الآخرين. الكويت الحقيقة صاحبة مبادرات وصاحبة جهود وتلعب دور المهدئ وأيضا حقيقة الوسيط الشريف الذي يسعى بكل ما يستطيع أن يصلح ذات البين بين الأشقاء خليجيا وعربيا، ولذلك كان أملنا الحقيقة أن يكون مستوى التمثيل أعلى مما هو، ومع ذلك نبحث دائما للأشقاء عن أعذار، ونتمنى أنه ما يتم اتخاذه من قرارات يجد طريقه للتنفيذ. أهم تحدي هو للأسف الشديد أن اعتدنا في العالم العربي على أن نصدر بيانات ولا ننفذ قرارات، وهذه مشكلة أزلية. أنا أعتقد التحدي الثاني أنه قد لا يكون لدى البعض أصلا القدرة على أن ينفذ قرار، لأن حقيقة قد يكون هناك من يملي عليه أو من يهيمن على قراره الداخلي سواء إقليميا أو دوليا.